هذا السكن الوحيد اللي له تحديات ولكن ما له ستايل تاني. هذا السكن اللي رح يعطيك رقصه لظاهرة امامكم، يعني هي بتقلك ام جروت بيطلع من وراء هذا السنجاب، مدري منين بيطلع من نص ظهر. ان شاء الله اليوم بشرح التحديات هدول رح اشرح لك كيف تخلص تحديات جروت قبل ما يفتحوا عندي، لانه انا لسه مطول لحتى لفل ليفل 46. فرح اشرح لك تحديات كاملين وكيف تاخذ هاي الرقصه الخاصه بهذا السنجاب مدري شو هذا اللي على ظهره. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة لتحديات جروت يا شباب، هذا السكن له تحديات بالنسبة للباك بلينك وبالنسبة للرقصة تبعه اللي هي بيطلع السنجاب من ظهره. حاليا هلا انا بتير 35، ولكن انا بدي اشرح لك كيف تاخذ الباك بلينك اللي ظاهرة امامك تبع جروت اللي هي شتلة جروت اللي بيقولوا عليها او الزرعة الصغيرة. هاي الباك بلينك ما هتفتح معك غير لحتى تاخذ انت او تعمل تحدي، ليك مثل ما شايفين عم يرقص شعبي. هذا التحدي يا شباب انا رح لكم كيف تساوي. هذا التحدي مكتوب على الشمال انك انت لازم تنزل بمنطقه تنقص فيها الشتله او تاخذ فيها الشتله. هاي المنطقه بتكون بمنطقه هولي هيدج اللي ظاهره امامك. انا هلا رح انزل هنيك واخذ الشتله وبعد منها ارجع مشان نشوف تحديات جروت وكيف تاخذ الرقصه الخاصه فيه تبع السنجاب. مثل ما شفتوا حصلنا شتلة جروت اللي هي الباك بلينج اللي ظهر امامكم. صراحة حلوة كتير الباك بلينج، انا عجبتني جدا. وهلا خلينا بقى ننتقل مع بعض على تحديات جروت. هلا تحديات جروت مبدئيا يا شباب رح تكون انه هاي الباك بلينج بتير 32 اللي احنا اخذناها او ليفل 32. بعد منها بليفل 38 رح يطلب منك انك انت تاخذ سكن بشكل طبيعي. بعد ما تاخذ السكن توصل لتير 46 او ليفل 46. بعد ما توصل على ليفل 46 بيكون عندك هون تحديات ما بتقدر تعملها غير بسكن جروت، يعني مشان هيك وهيك بيطلب منك ما بتقدر تعملها غير بتحديات خاصة بسكن جروت بتعملها بسكن جروت. التحدي الاول بيطلب منك انك انت تروح تعمل زرعة على شكل قلب على جزيرة. طبعا الجزيرة هي اللي ظاهرة امامكم. التحدي بيكون الاول بهذا الشكل، بتروح على هاي الجزيرة وبتزرع الشتلة او بتزرع الزريعة اللي هي على شكل قلب بتكون. انا هلا رح اترك مع مقطع توضيحي، وهذا هو المكان بالضبط على الجزيرة على الصورة مثل ما ظاهر امامكم. انا هلا حتركك مع مقطع صغير بورجيك كيف تساوي هذا التحدي وبرجع لكم. مثل ما شفتوا هذا هو المكان تبع الزرعة، بتروح بتزرع هنيك بسكن جروت وبصفى عندك تحدي واحد لتاخذ هاي الرقصة الخاصة بالبلاك بلينك. هاي الرقصة انت وعم تلعب بتقدر تعملها يعني وتاخذ الباك بلينك بتصير عندك جاهزة. وبالنسبة للتحدي الثاني، التحدي الثاني يا شباب بيطلب منك انك انت تروح ترقص عند نصب الصداقة. مثل ما واضح امامكم على الخريطة هذا هو مكان نصب الصداقة، قال لك انك انت تروح لهنيك ترقص عند التمثالين الحديد والقش وهيك انت بتخلص هذا التحدي. بتاخذ سكن جروت معك، طبعا بتكون مرتدي سكن جروت، وبتروح على هذيك المنطقة بترقص هنيك وهيك انت بتكون خلصت هذا التحدي بكل سهولة بكل بساطة. انا هلا رح اتركك مع مقطع صغير بورجيك مكان نصب الصداقة لحتى انت تقدر تروح تساوي هنيك التحدي وتخلصه وتاخذ الرقصة الخاصة بجروت اللي هي بيطلع السنجاب بالظهر.
هيك احنا بنكون خلصنا التحديات كلها الخاصة بجروت وكيف تاخد الرقصة تبعه. تاخد تبع الرقصة السنجاب بيطلع من الظهر تبعه، بس لحد هاي اللحظة انا ما كنت اتذكر شو اسمه لهذا السنجاب. انا شايفه في فيلم جالكسي بس ما كنت اتذكر شو اسمه. اكتب لي تحت بالتعليقات شو اسمه. وكود دعم بالاتم شو بنيمو 9 وبرعاية الله.